بيان سور كنشجعوهم وفينا الخلعه من البارح قلبي كيبان بما نعساتش بالخلعه مو نون بلو واكيد ستريس وكنتمنوا يا ربي يا ربي يا ربي كنتمنوا لهم التوفيق وان شاء الله ربي فوالا يكمل علينا وتكون فرحه فرحتي اليوم العيد ويا وربح يا رب والتوقعات ديالكم النتيجه شحال غتكون 3-0 بيان سور شكون اللي غادي ماركي زياش الحمد لله كعبي اشرف حكيمي نبيل جرار بن عطيه وصافي هادو كاملين ماركي وصافي شحال دابا شفت البيوت كلهم فريمون هاد المره اوكي شكون غيماركي شكون غيماركي دابا قلتي 10 البيوت نو قلت بزاف اللي يقدروا يماركيو ماشي واحد واحد يكون نجم المقابله حكيم زياش انتي تو فان دو حكيم نو جو سوي فان دو كاع اللعابه ديالنا فرانشمون كلهم فاجر نبيل درار حكيم زياش اشرف حكيمي الكعبي كلهم كل واحد فهمتي البلاصه فين بعدا كنفهمش الكره مي كل واحد فين كيعطي وبلاصتو دونك كنتمنى لهم كلهم التوفيق ان شاء الله سواء هذوك اللي غيلعبوا سواء هذوك اللي ما غيلعبوش المهم هو نربحوا ان شاء الله علاش اخترتوا انكم تبقاو المغرب وتشجعوهم المغرب حيت بزاف ديال لي زارتيست والناس مشاو لروسيا مشاو سي فري مو اوسي جيت انفيتي باش نمشي اي تو سا و بما انه العيد وعندي التزامات في هاد لا سيمين دونك كنتمنى يبقاو الدوزيام تور ولا بقاو الدوزيام تور ان شاء الله غادي نكون تما ان شاء الله لا فيريتي ما مشيتش وصافي زعما ما بقاو الدوزيام تور غنمشيو انصافي ما كنتش مع فاتي ان شاء الله الى